أهلا ومرحبا مرة ثانية بكل مشاهدينا في كل مكان وعبر الهاتف مباشرة إلى ولاية كسلة للحديث عن الأوضاع الحالية، خاصة بعد ما شهدنا ما دار في كسلة من نزاع ومن بعض المشكلات القبلية. معنا عبر الهاتف الزميل مروان إبراهيم. صباح الخير مروان. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل الأستاذ المشاهدين. أهلا بك يا مروان، كيف حالك؟ الله يديكم العافية. نعم مروان، حدثنا عن الأوضاع حاليا في ولاية كسلة. نعم، أول بداية خلينا نتحدث إنه ما حدث حقيقة لا يشبه كسلة ولا يشبه أهل كسلة ولا يشبه كسلة الشريفة، نعم، وإنما نحسبها حاجة عابرة وعدت الحمد لله وعادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة كسلة. الآن الكل يتعايش بأمن وسلام، يمكن توجد هذه الجهود يمكن تخدمه في عادة مستوى من المركز لرياضة الكبيرة الداخلية، إعادة الفريق الأول الفريق الجديد وراسه ومدير عام قوات الشرطة وعدد من الوزراء، وانخرطوا في اجتماعات متواصلة. يمكن تم تكوين غرفة عمليات متقدمة في قيادة مدير عام الشرطة. حقيقة يمكن في اليومين الماضيين فرضت إجراءات أمنية وقانونية كبيرة جدا، وتم فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. حقيقة أثرت هذه الإجراءات يمكن عن ضبط عدد كبير جدا من السلاح الأبيض والسلاح الناري بحوزة المواطنين. الآن يمكن المظاهر العامة تتسلسل، يمكن وجود أمن كثيف جدا جدا. تم فتح جسر جوي عبر طيران الشرطة لتقديم كل الدعم الجسدي للقوات المتواجدة في كسلة، وتفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة جدا جدا. الآن الحمد لله منذ أمس عادت الحياة لطبيعتها. يمكن سوق كسل هو من المناطق يمكن اللي تعرضت للتخريب والحرائق، يمكن ايضا عاد لطبيعته منذ الامس. الان الحمد لله الكل يتعايش بامن وسلام. نعم. طيب مروان، يعني بنتكلم عن مفهوم تعايش سلمي كبير جدا جدا. يعني الأوضاع الحالية أوضاع هي أمنية أكثر، يعني نسبة للظروف والمشكلات التي حصلت. يعني كيف يتقبل إنسان كسل، أو كيف تقبل هذه الأشياء حاليا، وكيف يعني يمكن أن تكون الحياة عادية بصورة بسيطة دون الإحساس بالمراقبة أو الإحساس بالخوف أو الإحساس بالعجز وغيره؟ حقيقة كما أشرت لك، هي يمكن الأحداث يمكن من فئة معزولة. حقيقة كما تحدثت أيضا، يمكن شيء متاهل كسلة يعني ما بيعرف الحاجات. إنسان كسل الآن كيف متعايش مع الوضع الحالي؟ يعني مروان، ألو ألو، يبدو أني أنا فقدت مروان عبر الهاتف. في النهاية هي مسألة زمن والأمور تعود إلى نصابها بإذن الله. نعم جميل. طيب مروان، أخيرا يعني سريعا كده، حسمين عن مبادرة مبادرون من أجل التعايش السلمي في كسلة، ماذا عن هذه المبادرة؟ يمكن المبادرة حتى كان فيها وثيقة سلمت للمجلس السيادي اليوم أو أمس تقريبا. نعم، هي مش مبادرون برا، ولكن هي جملة من المبادرات يمكن وصلت إلى مدينة كسلة كلها تصب في رتب النسيج الاجتماعي. وبحمد الله الكل يمكن الآن انخرط مع كل المكونات والفعاليات السياسية، القبائل الموجودة، كل منظمات المجتمع المدني. الآن أتحدث معك، يمكن الآن ينعقد في هذه اللحظة يمكن مؤتمر جامع لكل منظمات المجتمع المدني برئاسة قوات الشرطة، يمكن بخطوة السيد مدير عام الشرطة الفريق هو العزيزين الشيخ علي منصور مدير عام قوات الشرطه. الان كل الجهود تصب في هذا الاطار، ويعني الكل متفائل جدا في يعني حصاد ثمره هذه المبادرات، وباذن الله سوف نعود ونصدق لي حبيبه لو فيها روحي كيفين اقدر أزيد. ان شاء الله ان شاء الله، احنا يعني مع الامن والامان مع الاستقرار في ولايه كسلا. شكرا جزيلا الزميل مروان ابراهيم على هذه المساحه التنويريه عن الاوضاع الحاليه في كسلا.